اوكي، اليوم جمعة ان شاء الله راح نبلش في شابتر 5، وبالتالي في شابتر 5 راح نتعلم طريقة جديدة كيف نطلع السوليوشن ل differential equation. هاي differential equation ممكن تكون طبعا with variable coefficients، بمعنى انه why chapter 5، يعني شو أهمية chapter 5، فحتى ناخذ فكرة عن chapter 5 وأهمية chapter 5 في حل ال differential equations. فمثلا بدي أعطيكم مثال بسيط، هلا هون كلياتنا بنعرف مثلا كيف نحل هاي ال differential equation second order linear with constant coefficient وكمان homogeneous. ف على chapter 3، فكرة chapter 3 بنشتغل على characteristic equation، هاي r تربيع زائد 1 بيساوي 0، ومن خلالها بنطلع two complex solutions. اوكي، في هاي الحالة طبعا لامدا 0 وميو تساوي 1، اذا حسب القاعدة الأولى في chapter 3 معناته السوليوشن الأول هو عبارة عن e قوى 0 في الكوساين ميو x، والسوليوشن الثاني نفس الحاجة بس بدل الكوساين بنحط ساين. إذا الجنرال سوليوشن عندنا هو فقط الهوموجينيوس لحاله، وبالتالي هو لينير كومبينيشن بين y1 و y2، وهو عبارة عن c1 كوساين x زائد c2 ساين x. هلا مع فكرة chapter 5 راح نحل هاي راح نقدر نحل هاي المعادلة باستخدام الباور سيريز سوليوشن، وراح نكتشف بنهاية الحل انه راح يطلع معنا الحل بهاي الصورة، هو عبارة عن كونستنت في باور سيريز زائد كونستنت آخر في باور سيريز. وإذا بنطلع على الباور سيريز الأولى راح نلاقيها هي عبارة عن الماكلورن سيريز للكوساين، وإذا بنطلع على الباور سيريز الثانية راح نلاقيها هي عبارة عن الماكلورن سيريز للساين. وبالتالي نحن بنحكي هلا عن تو باور سيريز سوليوشنز، هذا بنسميه الفيرست باور سيريز سوليوشن، وهذا بنسميه السكند باور سيريز سوليوشنز، واثنين مع بعض راح نقدر نثبت انهم بشكلوا فاندمنتال باور سيريز سوليوشنز حوالين اكس 0 تساوي 0، لان نحن هون بنحكي عن الماكلورن سيريز. وبالتالي ليش فاندمنتال؟ لانه ممكن نثبت ايضا انه هذول التو باور سيريز هم عباره عن linearly independent power series solutions بنفس الطريقة. إذن basically chapter 5 السوليوشن تبعنا راح يكون power series بشكل عام، يعني ال general solution هو عبارة عن power series solution، وراح يطلع معنا linear combinations من two power series solutions بيكونوا linearly independent. هلا بشكل عام يا جماعة، إذا في عندي differential equation بشكل عام، هاي differential equation بدي اروح اطلع لها مثلا باور سيريز سوليوشن حوالين اكس 0، هاي اكس 0 بنسميها السنتر، معناته الباور سيريز سوليوشن تبعي راح يكون هيك شكله بشكل عام، هي اللي بالاحمر اللي هو عباره عن مجموع من ان تساوي صفر لانفينيتي اي ان في اكس ماينس اكس 0 تو ذا باور ان، بمعنى انه الباور سيريز سوليوشن تبعي هو عباره عن انفينيت سم اوف بولينوميالز. هذا هو تعريف الباور سيريز بشكل عام. شو تعريف الباور سيريز؟ هو عبارة عن infinite sum of polynomials، طبعا x0 هي رقم بتكون معطى اللي هو بنسميه السنتر. وبالتالي إذا بدي أطلع أول كم حد من هذا الباور سيريز سوليوشن، بتعوض محل n تساوي 0 بطلع معك a0، بعدين a1 في x minus x0، بعدين a2 في x minus x0 square and so on. هلا هدفنا chapter 5 اروح اكتب الكوفيشنتس a2 a3 a4 a5 a6 and so on بدلاله a0 and a1. بعدين شو بطلع معك هون حدود كلياتها بدلاله a0 a1، بطلع a0 عامل مشترك واللي بضل هون بنسميه first power series solution، وبطلع a1 عامل مشترك واللي بضل هون بنسميه second power series solution، وممكن نثبت انهم linearly independent. ولكن بجوز حدا يسال سؤال، طيب ما هي هاي المعادلة احنا بنحلها على فكرة شابتر 3 وخلصنا، يعني شو هدف ليش بنروح مثلا على الباور سيريز؟ اوكي، هلا عشان نجاوب على هذا السؤال ممكن مثلا اعطيك الفكرة التالية، يعني بدي اروح هلا بدي اعمل لك شير سكرين مثلا للتالي. على فرض نعطيك الديفرنشال ايكويشن هاي، طبعا احنا قبل شوي حلينا هاي الديفرنشال ايكويشن y دبل برايم بلس y بيساوي 0، هاي حلناها على الكاركترستيك ايكويشن، حكينا r تربيع زائد 1 بيساوي 0 و r 1 2 بيساوي زائد وناقص i، وبالتالي y1 الكوساين و y2 بيساوي ساين، وخلصنا.
اوكي شو بدي اروح اسوي هلا؟ هلا بدي اروح على نفس المعادله، اجي احكي لك خلينا نحل هاي المعادله مثلا بهاي الصوره، بس بدي اعمل اشي بسيط جدا، تغيير على المعادله. بدي اجي احكي y دبليو برايم بلس اكس واي بيساوي 0. يلا هلا هاي المعادله كيف بدي احلها؟ اوكي هلا هاي المعادله تيجي طبعا انت بشكل مبدئي تيجي تفكر مثلا بدي اروح على استخدم افكار معينه في حل هذا السؤال، فبيجي مثلا بدنا نروح نفكر في شابتر 1. شابتر 1 بزبطش طبعا، لان شابتر 1 كل شغلنا في شابتر 1 على الفيرست اوردر، وبالتالي شابتر 1 ما بزبط معنا. فبنروح وين هلا؟ بنروح على شابتر 2. شابتر 2 مثلا إشي بتعلق في السكند اوردر هو فقط في نهاية شابتر 2 اذا بتتذكروا، اللي هو الـ end of 2.9، بمعنى بدنا نشوف اذا المعادلة هي كانت مثلا missing x ولا missing y. فهل هي missing مثلا x؟ المعادلة عندي واضح فيها x، وبالتالي مش missing x، so هذه ما بتزبط. طب هل هي missing y للسكند اوردر؟ ايضا ما هيش missing y لانه في عندي y في الحل. فشابتر 1 شابتر 2 ما بزبط. اوكي بروح على شابتر 3 مثلا. هلا بشابتر 3 مثلا هل هاي المعادله مثلا constant coefficient؟ not constant coefficient، معناته ما بزبط بارت 1 not constant coefficient. طيب not constant coefficient ممكن مثلا تقول مثلا اويلر؟ no not اويلر. ليش؟ لانه ممكن شو نعمل؟ ممكن تضرب المعادلة كلها في x تربيع، بتصير هيك شكلها x تربيع y double prime plus x تكعيب y، so هاي not Euler، عشان هيك not Euler. طيب so مش constant coefficient not Euler. مثلا هل بزبط على reduction of order method؟ هلا على reduction of order method لازم يكون given y1، بس انا فيش معي، انا هون ايش فيش معي given y1 عشان اقدر اطلع y2، لأن السؤال بحكي لك صور، وبالتالي reduction of order method ما بتزبط. إذا بنروح هلا على مثلا على 3.5 اللي هو method of undetermined coefficient، بس لازم تقبل constant coefficient، so this is not constant coefficient ما بتزبط. طيب بنروح مثلا على 3.6. هلا على 3.6 أيضا ما بتزبط 3.6، لأنه بقدرش أحل الهوموجينيوس، ما بقدر أحل الهوموجينيوس أطلع y1 y2. أوكي اذا شابتر 3 ما بزبطش. شابتر 4 اوتوماتيك بزبطش، لان شابتر 4 هو عباره عن اكستنشن لشابتر 3، يعني بس بنروح على الهاير اوردر. معناته هون شو بيجي عندنا هلا؟ بيجي عندنا هلا هون شابتر 5. شابتر 5 يس وي كان سولف ات باستخدام ايش؟ باور سيريز سوليوشن. كيف شكل هذا السوليوشن؟ اللي هو بهي الصوره مثل ما شفناه قبل شوي، اللي هو عباره عن الانفينيت سم اوف بولينوميالز. infinite sum of polynomials يعني بروح ببلش بالسوليوشن بهي الصورة، بعدين ايش بشتقه مرة ومرتين، وبروح بعوضه في المعادلة وبكتب كل الكوفيشنتس بدلالة a0 a1، ساعتها بكتشف شو هو السوليوشن، وبالتالي chapter 5 هو الأصل في حل differential equations. خلينا نشوف مع بعض هاي هيك أعطيناك لمحة بشكل سريع عن أهمية chapter 5. إذا هذا هو السؤال، إنه why chapter 5؟ why power series solution؟ هاي المثال أعطاك إياه قبل شوي بلخص كل الأفكار. طيب عشان هيك بدنا ناخذ بعض مراجعات للي بتساعدنا في chapter 5، يعني بنروح بدنا نراجع مع بعض هلا chapter 10 من calculus 2، مراجعة سريعة على chapter 10. فأول إيش بدي أعمل مراجعة review للsequences. فمثلا إذا كان عندي sequence بهي الصورة a n تساوي جذر n، والعداد عندنا من واحد وطالع، ساعتها ممكن على السريع نكتشف انه هاي عباره عن divergent sequence، بمعنى انه a1 بنعوض محل n واحد، a1 بيطلع واحد، a2 جذر 2، a3 جذر 3 and so on. معناته كل ما بزيد العداد واضح انه السيكونس عمالها بتروح لانفينيتي، وبالتالي هذا نوع من السيكونس بنسميه diverge. لانه السبب في ذلك اذا بتيجي تاخذ الليمت للحد العام، لما ان بتروح لما لا نهايه بيطلع الجواب ما لا نهايه، ومن خلال الرسم ممكن نحط العداد
على محور سين والسيكونس على محور صاد، وبالتالي لما العدد واحد نحكي نحن عن A1 واحد، فهي هون النقطة. لما العدد اثنين بنحكي عن جذر اثنين، بعدين جذر ثلاث، بعدين جذر الأربعة اللي هي اثنين and so on. So واضح انه السيكونس عمالها بتروح لوين؟ لما لنهاية as n goes to infinity. اوكي، ممكن تكون السيكونس كونفيرج، بمعنى لو جينا على السيكونس bn تساوي واحد على n والعداد من واحد وطالع، نفس الحاجة b1 واحد و b2 نص، b3 ثلث and so on. فواضح انه هاي السيكونس converge للزيرو as n goes to infinity. السبب في ذلك اذا بتاخذ الليمت بطلع معك الجواب زيرو، وممكن نلاحظ هذا من خلال الرسم، بمعنى اذا حطينا n على محور س و b n على محور ص وبلشنا من عند العداد n تساوي واحد، فبطلع الجواب واحد، هي على سبيل الواحد هون. هلا اثنين بطلع نص على سبيل النص، ثلاث ثلث، اربع ربع، وهكذا خمس سدس، معناتها عمال بيقرب لوين؟ على الزيرو. سو هاي السيكونس بنسميها converge to zero. جميل جدا. اذا تكمله في شابتر 10 كمراجعه على السيريز، اذا بتتذكروا تيلر سيريز اكسبانشن، اذا كان في عندي فانكشن اف اوف اكس بقدر اشتقه قد ما بدي، مثلا يعني هو يعني الفانكشن يكون ايش؟ انفينيتلي ماني ديفرنشبل عند اكس زيرو اللي بنسميها السنتر، معناته بقدر اكتب التيلر سيريز اكسبانشن لهذا الفانكشن بهي الصوره، اللي هو عباره عن الانفينيت سام اوف بولينوميالز، نفس الحاجه ولكن هون اف سوبر ان عند اكس زيرو. وبالتالي لما تشغل العداد عند الزيرو بعطيك الصوره عند اكس زيرو، عند الواحد بعطيك اف فتحه اكس زيرو في اكس ماينس اكس زيرو اند سو اون. سو ذيس از بيسيكلي تيلر سيريز اكسبانشن لاي فانكشن بنسميه انفينيتلي ماني ديفرنشبل بمعنى سموث. هلا إذا بتروح على x0 وبتاخذ بدل السنتر x0 أي نقطة تحط تثبت محلها الصفر، ساعتها تيلر سيريز هون بصير اسمه ايش؟ الماكلورين سيريز. إذا الماكلورين سيريز هي عبارة عن تيلر عند الزيرو. وبالتالي في عندنا طبعا فانكشنز، أمثلة على فانكشنز انفينيتلي ماني ديفرنشبل، أمثلة على فانكشنز انفينيتلي ماني ديفرنشبل، يعني المشتقات كلياتها موجودة، اللي هم عبارة عن الاكسبوننشال والساين والكوساين والبولينوميال مثلا. هلا هذول الفانكشنز بنسميهم analytic function. اذا شو معنى تعريف الاناليتيك فانكشن؟ الاناليتيك فانكشنز هم الفانكشنز اللي بيكون في لهم تيلر سيريز اكسبانشن everywhere at any point، بمعنى نتذكر من تيلر، هاي تيلر، نتذكر انه المشتقه f سوبر n عند هاي النقطه تكون موجوده. فهذول الثلاثه فانكشنز f سوبر n عند اي نقطه موجوده، عشان هيك بنسميهم analytic. بس مثلا f الx مثلا بيساوي 1 على x، هذا لما نيجي نشتقه طبعا هو مش معرف عند الزيرو، ولما نيجي نشتقه كمان مره بضل مش معرف عند الزيرو and so on، وبالتالي بنسميه analytic everywhere except when عند الزيرو. نفس الحاجه مثلا التان عند الباي على 2 او odd multiple of باي على 2 and so on. اذا هلا لما بدنا نيجي نحل معادله ديفرنشال ايكويشن في شابتر 5، بدنا نيجي نكتب الباور سيريز سوليوشن اللي اتفقنا عليه. بشكل عام هذا هو الباور سيريز سوليوشن اللي راح نبلش فيه لما نشتغل على باور سيريز سوليوشن للديفرنشال ايكويشن. بس الشيء المهم هون يا جماعه انه انا بدي باور سيريز سوليوشن مثل ما انتم شايفين انه هو عباره عن انفينيت سم. يعني هون هاي الباور سيريز انا معني تكون كونفيرج، بمعنى هاي الباور سيريز هي فانكشن اوف اكس. تمام، السؤال ما هي قيم اكس المسموح ندخلها على هاي الباور سيريز بحيث يظل السوليوشن كونفيرج؟ فهي مهم جدا. يعني انا مش معني في باور سيريز دايفيرج مثلا، انا معني في باور سيريز شو ماله لازم يكون كونفيرج. وبالتالي ممكن نستخدم الريشيو تيست مثلا، بختصر ب ار تي، عشان نفحص مثلا باور سيريز معينه كونفيرج ولا دايفيرج مثلا. هذا هو الريشيو تيست. تيجي انت شو بتعمل؟ تاخذ هاي الليمت، طبعا بي ان هون، بي ان هي اللي كل اللي داخل الصم، يعني اللي داخل الصم كلياته بسميه بي ان. بعدين اشبروا عليه نفسه، وين ما في ان بحط ان بلس 1، طبعا بنقسمهم على بعض ان ابسوليوت فاليو، وباخذ الليمت لما ان تروح لما لا نهايه، وبفرض انه الجواب بيطلع ال. هلا اذا بفرض الجواب مثلا طلع ال، فهي الحاله
عشان بطبق على الريشيو تيست بيجي بشوف وين ال اقل من واحد، بحط ال اقل من واحد عشان اشوف الباور سيريز امتى بتكون كونفيرج، واذا كانت ال اكبر من واحد بتكون الباور سيريز دايفيرج، واذا كانت تساوي واحد معناته التست تبعنا شو ماله فيز، وبالتالي بدنا نشوف تيست اخر. هلا مثل ما حكيت لكم هي بي ان هي عباره عن كل اللي داخل الصم. فلو ناخذ اكزامبلز هلا حتى تكون هيك زي مراجعه على تشابتر 10 كمان مره، بدنا ناخذ اكزامبلز، ولكن بدي اوضح هون شغله انه لما نيجي نطلع نعمل ابلاي للريشيو تيست راح يطلع معنا بالاخر ايش؟ انترفال. هاي الانترفال طبعا راح نسميها ايش؟ الانترفال اوف كونفرجنس اي سي. اي سي اللي هي بنسميها الانترفال اوف كونفرجنس، ورو بنسميه الراديوس اوف كونفرجنس، احيانا بنحكي عنه رو، احيانا بنحكي عنه كابيتال ار، وبالتالي they mean radius of convergence. بمعنى انا بقدر احصل على الانترفال اوف كونفرجنس من هاي الصوره. كمان مره خليني بس اعمل شير سكرين هلا لحاجه اوضح فيها فكره معينه. اوكي خليني اعمل شير سكرين ل اوكي هلا نحن بنعرف انا في عندي باور سيريز سوليوشن بهي الصوره. الباور سيريز سوليوشن تبعنا an في x minus x 0 to the power n من n equals 0 لما لا نهايه. وهذا الباور سيريز سوليوشن اللي عندنا هو عباره عن ايش؟ عن function of x. اذا انا هلا معني ايش؟ معني انه مثلا find x so that مثلا so that star converges. شو هي ستار؟ ستار اللي هي كل الباور سيريز سوليوشن تبعنا هذا، هذا كلياته نسميه مثلا ايش؟ ستار. اوكي في هاي الحالة طبعا بدنا نروح نحل احنا ايش؟ بدنا نحل بس نطبق على الريشيو تيست. لما نعمل هون مثلا ابلاي، لما نعمل ابلاي للريشيو تيست راح يطلع معك الانترفال بهي الصورة اكس ماينس اكس 0 اقل من رو. في هاي الحالة بيكون عندك ايش؟ radius of convergence r. وممكن اذا بتحل هاي المتباينه x minus x 0 اقل من رو واكبر من minus رو، ساعتها انت بتقدر تحل x، بمعنى بتروح على x 0 على اليمين بتجمع لها رو، بتروح على x 0 على الشمال وبتطرح منها ايش؟ رو. فهي الحاله نحن بنقدر نطلع الانترفال اوف كونفرجنس، ومن خلال الرسم ممكن نيجي من خلال الرسم نعمل كالتالي. انا عندي هاي قيم x، بروح على السنتر تبعي x0، بعدين شان عند x0 بمشي على اليمين مسافه مقدارها رو اللي هي الريديوس اوف كونفرجنس، ونفس المسافه بنزل فيها لتحت اللي هي x0 ماينس رو. ساعتها انا في هاي الحاله بضم قيم هلا ل x، بيكون عندك كالتالي كل قيم x اللي ساكنه هون اذا بتيجي بتعوضها هون بتطلع معك ستار دايفير، وكل قيم اكس اللي هون اذا بتاخذ تروح بتعوضها هون تطلع معك ستار دايفير. كويس، بس اذا بتروح على كل قيم اكس اللي هون لحد رو يعني مسموح لك تتحرك، اذا بتروح هاي القيم بتعوضها هون تطلع معك ستار كونفيرج ابسولوتلي. تمام، فهي هاي الفكره. اذا في هاي الحاله نحن معنيين في الانترفال اوف كونفرجنس. شو هي الانترفال اوف كونفرجنس؟ يعني بدك تروح عند x0 ماينس رو لعند x0 بلس رو. هلا هاي بكون في عندك ابسولوتلي هون، يا هاي ايش؟ بتكون عندك كل قيم x موجوده في هاي الفتره بتكون ستار كونفرج ابسولوتلي. هلا طبعا ممكن نعمل شيك وين؟ نعمل شيك عند الاند بوينتس. هلا اذا عملنا شيك هون مثلا عند الاند بوينتس، في هاي الحاله لما نعمل شيك ممكن يطلع معك ايش؟ ممكن تطلع معك الانفينيت سيريز كونفيرج، ممكن تطلع دايفيرج. هلا اذا كانت عندك هون كونفيرج او دايفيرج، ساعتها في هاي الحاله نحن بنشيك على شيء بنسميه ايش؟ بنسميه امتى الباور سيريز بتكون ايش؟ مثلا ستار كونفيرج كونديشنالي. فهذا كل اللي تعلمناه بشابتر ايش؟ 10 بكالكولاس 2. فبيسكلي رح ناخذ اكزامبلز هلا حتى نشوف كيف نطلع قيم x اللي تضمن الباور سيريز سوليوشن عندنا تكون كونفيرج ابسولوتلي. فبدنا ناخذ مثلا اول اكزامبل. فالاكزامبل الاول بحكي لك
find radius of convergence اللي هو عبارة عن rho والinterval of convergence اللي هي IC نطلع rho نطلع IC for the following power series. طبعا ليش اسمها كمان مرة power series؟ خليني كمان بس هون قبل ما اروح على المثال اعملكم زي حطوا النقاط على الحروف اكثر طلعوا كيف. احنا عندنا هون y تساوي مجموعة an في x minus x0 to the power n من n equal 0 لما لا نهاية. هاي بنسميها power series. السبب في ذلك لانه نحن عندنا هون عندنا السيريز هان عبارة عن ايش؟ function of x. بس ممكن واحد يجي يعمل كالتالي مجموعة من n equal 0 ل infinity an مثلا بشكل عام. هلا اذا حط an معناتها هون فيش not function of x، هاي بنسميها infinite، هاي عادي بنسميها infinite series. So هاي ما هيش power series solution، هاي بس infinite series. هلا هاي هي عبارة عن infinite series لأنه طلعوا كيف؟ لأنه المجموع بروح لوين؟ المجموع بروح لإنفينيتي، so it's infinite series. أيضا هي power series لأنها بدلالة إيش؟ بدلالة X. فهي ملاحظة كمان أساس ناخذها بعين الاعتبار. إذا نرجع للمثال تبعنا. هلا نحن في عندنا هون power series، شايفين كيف هي؟ وبدنا نشوف هلا نطلع قيم X اللي تضمن لنا هاي power series تكون إيش؟ converge مثلا absolutely، أو نشوف إذا في عندنا converge condition. طبعا هون مجرد ما نكتب هاي الباور سيريز بهاي الصورة طبعا بنقارنها مع الصورة العامة نكتشف ان x 0 2. لما نقارنها مع بشكل عام هاي قديش x 0 نقارنها بشكل عام فواضح انه من هون قديش x 0 هاي x 0 اللي بيجي بعد السالب اللي هو عبارة عن الرقم 2 اللي هو بنسميه السنتر، يعني قديش مسموح لي هلا اروح على يمين 2 وعلى شمال 2 بحيث اضم قيم لx نضمن انه هاي قيم اكس لما نيجي نعوضها في الباور سيريز سوليوشن هون تكون هاي الباور سيريز كونفيرج. فبنعمل ابلاي للريشو تيست وبنروح بنطلع ال اللي هي الليمت حسب القانون. كل هاي البضاعه اللي هون بنسميها بي ان بحطها تحت وبعدين ايش بجمع وين ما في ان بحط ان بلس 1 بتطلع بهاي الصوره. هلا طبعا سالب 1 كو ان وسالب 1 كو ان بلس 1 مع الابسوليت فاليو كلهم بروحوا هذول، يعني الحد اللي هون كله بروح هذا كله بروح. هلا فوق في عندك n بلس 1 تحت في n نشطبه مع بعض بضل عندك n تطلع لبرا، بضل عندك تشطب ال n الباور n مع الباور n بضل عندك هو 1 تطلع لبرا لانه فيش فيها n، يعني الليمت هون تعتمد فقط على الحدود اللي فيها n. هذا الحد بيطلع لبرا. بعدين شو بضل عندك n بلس 1 على n هي كلياتنا بنعرف انه هاي السيكونس الليمت لها 1 لانه درجة البسط نفس درجة المقام فبناخذ المعاملات وبطلع الجواب 1. اذا هلا طلعت معي ال عبارة عن القيمة المطلقة ل x ناقص 2. هلا اذا بدي اشوف وين الكونفيرجنس بدي اشوف وين هاي ال اقل من 1 عشان افحص قيم x اللي بتضمن هاي الباور سيريز تكون كونفيرج، وبالتالي بحل هاي المتباينة ساعتها بكتشف انه قيم x من 1 ل 3. اوكي اي شيء بيطلع معك من الابلكيشن للريشو تيست بيجي بحكي هلا الجمله التاليه انه هاي الباور سيريز اللي عندنا فوق هاي الباور سيريز كونفيرج ابسولوتلي على الفتره المفتوحه 1 و3. بمعنى لو واحد اخذ الصفر، لو اخذت سوري اسف لو اخذت 2، لو اخذت 2.5، لو اخذت اي رقم بين ال1 وال3 عوضه هون تطلع معك هاي الانفينيت سيريز كونفيرج ابسولوتلي. هلا بضل علينا نفحص بس وين؟ عند حدود الفترات. فبعوض لما x تساوي 1. هلا لما اجي اعوض محل x تساوي 1 برجع فوق هون محل x بحط 1 فبصير هذا الحد اللي هون هي موجود وهي ال n محلها بس محل x حطينا 1. ف1 ناقص 2 قوة n بصير سالب 1 قوة n، وفي عندك هون سالب 1 قوة n بلس 1 فبتصير سالب 1 قوة 2n بلس 1 مضروبة في n. طبعا هاي الانفينيت سيريز هي عبارة عن alternating. شو معنى alternating؟ alternating يعني مرة حد بكون فيها سالب مرة بكون موجب، مرة سالب مرة موجب، وبالتالي إذا بدنا نفحص إنها كونفيرج ولا دايفيرج بدنا نستخدم ايش؟ الـ AST. الـ AST اللي هو alternating سيريز تيست من كالكولس 2 شابتر 10، وشفهي نستنتج انها دايفيرج
السبب في ذلك أن الشرط الثالث من الـ AST ما تحققش، وبالتالي نحكي عن الـ Infinite Series هاي Diverge. دائما إذا الشرط الثالث ما تحققش بنحكي إنه Divergence هون باستخدام الـ Nth Term Test. أوكي، إذا لو بدي أعمل بس مراجعة بسيطة لـ الـ AST، أوكي، وبالتالي خليني أعمل شير سكرين. أوكي، بالنسبة للـ AST يا جماعة بيكون عندنا طبعا نحن بيكون في عندنا هيبدأ AST test، طبعا بيكون في عندك انت alternating series مجموع ناقص واحد قوة n مثلا في AM، كويس، من n تساوي واحد مثلا لما لا نهاية. هلا هاي بنسميها alternating، وبالتالي في عندنا ثلاث شروط. أول شرط لازم AN يكون موجب، ابعد عن السالب، هاي لازم هاي لحالها تكون موجب for every n، هذا الشرط متحقق عندنا. الشرط الثاني لازم تكون AN متناقص decreasing مع الوقت، بس نحن عندنا محطوط محلها ايش؟ محطوط محلها طبعا احنا بالسؤال تبعنا، احنا بالسؤال تبعنا كالتالي: مجموع ناقص واحد قوة 2n plus 1 في n، من n equal ايش؟ واحد لما لا نهاية مثلا. فاحنا عندنا هذا الشرط مش متحقق اللي عندنا هون، ما تحقق. بس في عندنا الشرط الثالث انه بتروح بتاخذ الليمت ل AN لما n بتروح لما لا نهاية لازم يطلع صفر. نحن عندنا هون الليمت ل n لما n بروح لما لا نهاية لا يساوي زيرو. اذا دائما ما تحققش هذا الشرط معناته بيكون في عندنا divergence باستخدام الـ nth term test. فهي نقطة مهمة. هلا عشان هيك احنا حكينا ايش؟ الدايفيرجنس عندنا باستخدام الـ Nth Term Test لأن الشرط الثالث ما تحققش في الـ AST. إذا هذا مراجعة على الكالكولس. طيب نرجع للنوتس هلا. إذا ما في عندنا كونفيرجنس هلا عند X تساوي 1، ما في عندنا كونفيرجنس، بتضل الفترة مفتوحة عند الواحد ما بنسكرها. نفحص هلا الطرف الآخر عند X تساوي 3، فبطلع هون هلا بحط محل X تساوي 3، فبصير عندك واحد قوة n، فبضل عندك نفس الحاجة alternating نفس الشروط اللي هون نفس الحاجة، بطلع diverge بنفس المبدأ، وبالتالي بضل الفترة هون open. إذا احنا عندنا فقط الباور سيريز converge absolutely على الفترة 1 و 3، ما في عندنا converge conditionally. جميل جدا. طبعا من هون بنقدر نستنتج إذا بنقارن هاي متباينة مع هاي المتباينة بنقدر نستنتج إنه رو تساوي 1. شايفين كيف؟ لازم يكون معامل x 1. احنا عندنا هون معامل x 1، فنقدر نستنتج رو تساوي 1. او بامكاننا شو نعمل؟ بامكاننا نيجي نرسم الرسمه. انا هي عندي x 0 2 والفتره تبعتي 1 و 3، فبدي انزل عند 2 بضل نازل لعند الواحد مفتوحه، وبطلع لفوق لعند 3 مفتوحه بهي الصوره. اذا انا بستنتج قديش المسافه اللي بين 2 و 3؟ واضح انها 1، هي نفس المسافه بين الواحد والاثنين. سو فهي الحاله بحكي الاي سي 1 و 3 الفترة مفتوحة 1 ل 3، و radius of convergence هي فقط وحدة واحدة. اوكي، مادام فيش اسئلة اذا بدي اعطيك هلا كمان مثال اخر. مثلا على فرض بدنا نشوف ايش الانترفال اوف كونفيرجنس و radius of convergence لهي الباور سيريز، وبالتالي نستنتج انه هون اذا بنقارن الباور سيريز الصورة العامة بالمثال اللي هون راح نكتشف ان x 0 تساوي سالب 1، وبالتالي بنعمل apply لratio test. بروح بطلع هاي الليمت، فبروح هلا وين ما في n بحط n plus 1 هيها، وبقسمها على مين؟ على نفسها على bn. بس لما احول القسمه لضرب ساعتها بقلب bn، فبصير البسط مقام والمقام بسط، وبناخذ absolute value. اوكي، هلا في عندنا هون power of x مقدار n، هون مقدار n plus 1، بروح ال n مع ال n بضل عندك power 1، ونشطب 2 قوة n مع 2 قوة n في المقام، بيضل 2 لحاله تحت في المقام، بيطلع لبرا، بيعتمدش على الليمت، وبيضل بالنهايه في البسط n وفي المقام n بلس 1، وهي الليمت شفناها قبل شوي هي العدد الصحيح 1. فبيطلع معك الجواب بالنهايه انه هو عباره عندك ايش؟ عن x بلس 1 قيمه مطلقه على 2، لو وبالتالي هاي القيمه انا بدي اشوف امتى بتكون اقل من 1 حتى افحص قيم x اللي بتضمن هاي الباور سيريز تكون كونفيرج ابسوليوتلي. وبالتالي لما اضرب ضرب تبادلي بصير عندك المتباين بهي الصوره. ممكن هلا نستنتج على السريع انه رو هي 2، لا
لأن نقارن بالصورة العامة، لأنه معامل x هون واحد، وبالتالي رو هي 2. يعني بمعنى لما بدي أروح أرسم هلا تحت الرسم لازم أمشي مسافة مقدارها 2 على اليمين ومسافة مقدارها 2 على الشمال بنفس إيش المبدأ. هلا برجع بحل المتباينة هاي، وبالتالي بطلع معنا الانترفال من سالب 3 ل 1. بيجي بحكي على السريع، هلا الباور سيريز كونفيرج ابسوليوتلي على الفترة المفتوحة. هلا بضل نشيك على حدود الفترة، بيجي على السالب 3، عند x تساوي سالب 3 بيجي بحط هون سالب 3 زائد 2، بصير عندك سالب 2 قوة n اللي هي عبارة عن سالب 1 قوة n مضروبة في 2 قوة n، فبتشطب 2 قوة n مع 2 قوة n، بضل عندك هاي ال alternating series. طبعا هاي ال alternating series هاي converge على السريع، لانه هاي بتحقق شروط ال AST، بمعنى AN كل الحدود اللي هي 1 على n كلياتهم موجبين، و 1 على n اقتران متناقص، والليمت ل 1 على n لما n تروح للنهاية تساوي 0. سو معناتها هاي ال alternating harmonic series هي عبارة عن convergent series. معناته هلا انا ضمنت انه عندي سالب 3، نقدر نسكر الفتره هلا بدل ما هي مفتوحه نعملها يساوي كمان. هلا عندي الواحد، برجع فوق بحط محل x تساوي 1، بصير عندك 1 زائد 1 2 قوة n، تشطب البسط مع المقام بضل 1 على n. 1 على n كلياتها بنعرف انه هاي الانفينيت سيريز هي عباره عن الهارمونيك، والهارمونيك كلياتها بنعرف انها دايفيرجنت سيريز. اذا بضل عندي الواحد مفتوحه. هلا السؤال بيجي بحكي معناته الانترفال اوف كونفرجنس اللي عندي من سالب 3 ل 1، والرينجس اوف كونفرجنس عندي ايش؟ رو تساوي 2. اذا بهي الصوره طبعا بنحكي انه ايش؟ بنحكي نحن طلعنا الانترفال اوف كونفرجنس وطلعنا رو تساوي 2. هلا بتكون عندك في ملاحظه هون انه هاي الباور سيريز في هاي الاكزامبل بحكي عنها كونفرج كونديشنالي عند اكس تساوي 3. عندك تساوي سالب 3 converge conditionally، بمعنى شو معنى converge conditionally؟ يعني عند x تساوي سالب 3 بتكون الباور سيريز converge عند هاي النقطة but not absolutely. إذا شو يعني converge conditionally؟ بيكون في عندي convergence بس مش absolutely. كيف يعني مش absolutely؟ يعني أنا بعرف عند x تساوي سالب 3 هيك طلعت معي الانفينيت سيريز، وهي الانفينيت سيريز كونفيرج. السؤال لو باخذ ابسولوت فاليو لها بتضل كونفيرج؟ نو، لانه اذا بتاخذ ابسولوت فاليو هون بتصير دايفيرج هيها. فعشان هيك في عندي كونفيرجنس عند النقطه سالب 3 بس مش ابسولوتلي، لانه اذا بتاخذ ابسولوت فاليو بروح السالب، فبتصير عندك هاي الانفينيت سيريز، وبالتالي هاي ايش؟ هاي دايفيرجنت. بمعنى اخر ممكن انا اعمل لك هلا مثلا شير سكرين لشيء زي هيك مثلا، طلعوا كيف. مثلا لو جينا بهاي الصوره، لو كان عندي مثلا انا الالتيميتنج سيريز بهاي الصوره مجموع مثلا سالب 1 قوه n على n تربيع من n ايكوال 1 لما لا نهايه، لو فرض عوضنا سالب 3 وطلع معك بهاي الصوره على فرض. هلا هاي الباور سيريز بتكون كونفيرج، هاي كونفيرج باي اي اس تي. ليه؟ لانه باستخدام الاي اس تي طلعوا علي، بيكون عندي هون انا الاي ان هي عباره عن الواحد على ان تربيع، وهي اول شرط الاي ان كلياتهم موجب، والشرط الثاني الاي ان اقتران متناقص واحد على ان تربيع، والشرط الثالث انه الليمت ل اي ان لما ان بتروح لما لا نهايه الجواب زيرو. فعشان هيك في عندي convergence باستخدام AST. طب السؤال هل ال convergence هون absolutely؟ اوكي خلينا نشوف مع بعض، هل هو absolutely؟ الجواب yes، نعم. ليه؟ لانه لما تيجي تاخذ ال absolute value عند x تساوي سالب 3، لما تاخذ ال absolute value بصير معك بهي الصوره، واحد على n تربيع، n equal ايش؟ واحد لما لا نهايه. وهي ال infinite series هاي بنسميها convergent، اذا حتتذكروا convergent p series، لانه عندك هون b تساوي 2 اكبر من 1، so converge. فهي الحاله بحكي ايش؟ في عندي converge absolutely، بس اللي عندي انا مش n تربيع،
اللي عندي بس n لحالها، وبالتالي لما تقبل n لحالها وتيجي تاخذ absolute value بصير عندك واحد على n، وهي واحد على n كلياتنا بنعرف هاي الهارمونيك، والهارمونيك كلياتنا بنعرف ايضا انها ايش؟ دايفيرج من كالكولس 2. سو هاي مراجعه بشكل عام عن شابتر 10. اذا احنا عندنا هون بيكون عندنا عند x تساوي سالب 3 في كونفرجنس، بنسكر الفتره بس الابسولوتلي بتضل على الفتره المفتوحه، الابسولوتلي بتضل على الفتره المفتوحه لان عند x تساوي سالب 3 ما في عندي absolutely، في عندي converge conditionally. اوكي اذا الكل فاهم تبع معي، نضغط الرقم 3 واذا حد عندي سؤال بيقدر يعمل رايز هين. اوكي اذا خليني هون بس احكي لكم why harmonic series diverge، اللي هي هاي الانفينيت سيريز ليش diverge. لو جينا على الهارمونيك سيريز اللي بالاسود هون وطلعنا اول كم حد منها بهاي الصوره، بعدين جيت اقارن حدود الهارمونيك سيريز اللي بالاسود اقارنهم بهاي الصوره، الواحد خليته محله، النص خليته محله، بس الثلث حطيت محله ربع. هلا بعدين ايش بدي اكمل ايش بهاي الصوره؟ بعدين ايش بدي اجي اكمل بهاي الصوره؟ محل ايضا محل الخمس بدي احط ربع، ومحل السدس احط ربع. فواضح اللي بالاسود اكيد 100% اكبر من اللي بالازرق 100% اكيد. طيب بعدها شو بدي اروح اعمل؟ بعدها بدي اروح محل 1 على 7 احط 1 على 8. اذا اكيد ال 1 على 7 هو اكبر من 1 على 8، ولا ال 1 على 8 اكبر؟ لكن كل ما يكبر المقام القيمه بتقل صح؟ وهي بدي احط 1 على 8 زائد 1 على 8 كم مره هون؟ لعند ال 1 على 16 بدي احط 1 على 8. ف وبعدها بكمل بهي الصورة، يعني بدي اروح اعمل اعادة كتابة بهي الصورة. فانا بدي اقارن اللي بالاسود هلا مع اللي بالازرق واللي بالاخضر. اذا بتلاحظوا هلا اللي بال الاربع ارباح هذول قديش مجموعهم؟ هذول عبارة عن قديش؟ عندك ربع وربع ونص، هذول بصيروا قديش؟ واحد، وحدة واحدة مثلا. كويس؟ هلا هذول بصير عندك ثمان اثمان، بصيروا وحدة واحدة. فانا هلا شو بدي اجمع؟ بدي اجمع كالتالي، واحد زائد نص زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد كليات زائد وحدات، لانه عندي انا العداد، هنا العداد كد ما بدك فيه انفينيتي. معناته في هاي الحالة انا اثبتت انه ايش؟ انه مجموع واحد على n من n equal واحد لما لا نهاية هو اكبر من هذا العداد. بس مين بقول لي هذا العداد قديش مجموعه بالاخر؟ اذا نستنتج هلا ايش؟ ان الهارمونيك سيريز شو مالها؟ عمالها بتكبر بتروح لوين؟ للما لا نهايه. فهذا اثبات ليش الهارمونيك سيريز دايفيرج. اوكي اذا هلا خلينا ناخذ كمان مثال اللي هو المثال رقم 3 بهي الصوره، بدنا نشوف شو هي الانترفال اوف كونفرجنس والراديوس اوف كونفرجنس. هلا هون اذا حدا فيكم يعني هيك بيقدر متذكر الماكلورن سيريز لاي حاجه، هاي شبيهه هاي ماكلورن سيريز للاكسبوننشال اذا بتتذكروا. على كل هون مقارنه مع الباور سيريز تبعنا بطلع عندك اكس 0 تساوي 0، ما في عندنا هون ديفيشن، اذا هون اكس 0 تساوي 0 اللي هي السنتر. وبنعمل ابلاي للريشيو تيست وبنطلع ال بنفس الطريقه، وين ما في ان بنحط ان بلس 1 وبنضرب في مقلوب البي ان. وبنختصر طبعا عندك هون اكس كو ان، اكس كو ان بلس 1، فبتطلع برا ابسوليت فاليو باور اوف 1. وبيضل عندك n فاكتوريال مع n بلس 1 فاكتوريال. طبعا n بلس 1 فاكتوريال هي عباره عن n بلس 1 مضروبه في ايش؟ في n فاكتوريال. فبتروح هاي مع هاي بضل عندك ايش؟ في المقام اللي هي عباره عن n بلس 1. اوكي؟ وبالتالي الليمت لها هاي 0 لانه n في المقام. اذا إذا بتلاحظوا هلا، إذا بتلاحظوا إنه الليمت طلعت صفر، بس هذا الصفر بدنا نضربه في القيمة المطلقة لمين؟ لإكس. وبالتالي أي قيمة سواء كانت موجبة أو سالبة أو صفر بضربها في صفر، الجواب صفر. وهي العبارة دائما صحيحة، إذا دائما الجواب أقل من واحد لأي قيمة لإكس. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني إنه إذا أي قيمة بدك تعوضها في الباور سيريز هون راح تعطيك بالنهايه
convergence power series، وبالتالي هاي power series converge for every x، لأنه لما نيجي نطبق الريشيو تيست دائما بيطلع الجواب 0، وبالتالي 0 هي شمالها أقل من 1. إذا بحكي إنه هاي power series converge absolutely for every x، وبالتالي لو جينا على السنتر تبعنا x0 اللي هي الصفر، قديش مسموح لي على اليمين أمشي؟ قديش مسموح لي على الشمال أمشي بحيث أبني فترة تضم قيم لx تضمن لي الـ converge of absolutely لهي الـ power series؟ الجواب مسموح لك تمشي رو ما لا نهاية، قد ما بدك على اليمين روح وقد ما بدك روح على الشمال، لأنه هاي الـ power series converge for every x، وبالتالي الـ integral of convergence عندنا بيكون من ناقص infinity لإنفينيتي. السبب في ذلك انه هاي الباور سيريز يا جماعه هي عباره عن الماكلورين سيريز للاكسبوننشال، وقبل زي مثل ما اتفقنا قبل شوي حكينا انه الاكسبوننشال هيو، حكينا انه الاكسبوننشال هو عباره عن اناليتيك فانكشن، ما دام اناليتيك فانكشن معناته في التيلر سيريز اكسبانشن عند اي نقطه، وبالتالي عند اي نقطه معناته بتقدر تمشي مسافه مقدارها ما لا نهايه عند اي نقطه. احنا عندنا النقطه هون اللي هي x0 تساوي 0، وبالتالي الانترفال اوف كونفرجنس اللي بقدر ابنيها هي جميع الاعداد الحقيقيه. بس ممكن اعطي مثال هلا مغاير، بمعنى اللي هو رقم 4. واضح في رقم 4 ان اكس 0 تساوي 0، وبالتالي اذا بدي اعمل ابلاي للريشيو تيست واطبق تطبيق مباشر بهي الصوره، وبعوض هي ان بلس 1 على ان، وبختصر الحدود، بختصر مثلا الباور ان بضل عندك قيمه مطلقه لاكس، وبالنهايه بضل عندنا فوق البسط زي ما اشتطبنا قبل شوي بضل عندي n plus 1، بس هاي الليمت جوابها infinity. هاي الليمت جوابها infinity. هلا infinity ده ضرب رقم موجب ما عدا الصفر، الجواب infinity، وهي الانفينيتي دائما شو مالها؟ اكبر من واحد. اذا هاي الباور سيريز دائما دايفيرج ما عدا عند الصفر. لانه طلع ما بصيرش نضرب هون صفر، لان اذا ضربنا صفر في infinity بصير كميه غير محدده. عشان هيك خذ اي رقم غير الصفر اضربه في، خذ لك قيمه مطلقه بصير موجب، اضربه في ما لا نهايه بضل ما لا نهايه. اذا هاي الباور سيريز دايفيرج فور ايفري اكس بيساويش صفر. طيب اوكي، طيب شو بصير لو اكس تساوي صفر مثلا؟ برجع بعوض صفر هون، فبطلع معك عدد لا نهائي مجموع من الاصفار، وبالتالي الجواب صفر، والصفر اقل من الواحد، معناته هاي الباور سيريز هي كونفيرج اونلي عند الزيرو. إذا في عندي كونفرجنس فقط عند الزيرو هون، وما عدا ذلك بيكون في عندي دايفرجنس. طيب أنا هي الإكس زيرو تبعتي، هي هالصفر. عند الصفر في كونفرجنس. إذا بنمشي أي خطوة على اليمين بيكون دايفرج، وعلى الشمال دايفرج، يعني كل الأعداد الموجودة على يمين الصفر تعطيك دايفرجنس، وكل الأعداد اللي موجودة على شمال الصفر تعطيك دايفرجنس. إذا أنا مش مسموح لي أتحرك عن الصفر. إذا مش مسموح لك تتحرك معناته بتتحرك مسافة صفر، إذا هون رو تساوي صفر، بمعنى أنت بتوقف عند الصفر وما تتحرك، يعني ما تبني فترة حوالين الصفر. فهي الحالة radius of convergence zero، وبتكون عندك الباور سيريز بتكون converged only عند x تساوي zero. عدا ذلك كل قيم x تعطيك divergence. أوكي، نيجي هلا يا جماعة على الـ derivatives للباور سيريز. طبعا كيف انا اشتق مدام الباور سيريز اللي عندي لها هاي الصوره العامه، وهي الصوره عباره عن infinite sum of polynomials، وكلياتنا بنعرف ان البولينوميال هو كثير حدود، وبالتالي مدام كثير حدود يعني سؤال بقدر اشتق. اذا لانه هاي y of x بيساوي بهاي الصوره، كيف اشتقه؟ طبعا احنا عندنا الباور سيريز لو جينا طلعنا اول كم حد منه بيطلع بهي الصوره. هلا الاشتقاق عادي يا جماعه، بدي اشتق بالنسبه لاكس، وبالتالي مشتقه الاولى بيجي اي ان بضل مثل ما هي، بنزل الباور هيها، وهون بصير عندك الباور ان ناقص واحد. هذه هي المشتقه الاولى. بس في نقطه مهمه جدا، العداد تبعنا بدل ما يبلش من الزيرو بيبلش من الواحد. اوكي، فمثلا احنا عندنا هون واي، هاي الحدود تبعتها، وبالتالي لما اجي اطلع المشتقه، شو مشتقة A0؟ مشتقتها صفر، عشان هيك بنخسر حد من هون، فبالتالي بصير العداد ببلش من وين؟ من واحد. إذا المشتقة لهي هي عبارة عن A1، والمشتقة لهي هي عبارة عن 2A2 في X ناقص X0 and so on. طيب، إذا بدي أروح أطلع المشتقة الثانية هلا،
ساعتها n minus 1 تيجي هون هلا هيها والعد n minus 1 بصير ناقص منه 1 بصير n minus 2. ساعتها لما بدي اشتق a1 كمان بصفر، فانا بكم صفر عندي a0 لما اشتقيته، وهلا لما بشتق a1 بصفر فكمان بخسر حد من المشتقة الاولى، وبالتالي العداد بصير منين يبلش؟ من 2. طبعا بدنا ننتبه المشتقة الاولى بهاي الحالة بدناش ننسى اللي بالاحمر هون، ونفس الحاجة للمشتقة الثانية، فاشتقاق الباور سيريز المفروض يكون واضح للجميع. هلا نشوف مع بعض مثلا موضوع اللي هو Shifting Index، هذا كمان موضوع مهم Chapter 5، كيف نعمل Shifting Index. وبالتالي It is not important which index we use in the sum in the upper and lower limits. هاي sums، هاي upper limit، هاي lower limit، مش مهم نستخدم العداد اسمه N ولا العداد اسمه K، مش مهم الindex، بس ممكن نعمل Shift لإله. بمعنى كيف يعني؟ أنا عندي هاي الباور سيريز، أنا مستخدم العداد هون بدلالة N، ممكن أستبدل N بدلالة K. مش بس هيك، ممكن أعمل التالي كمان، يعني بمعنى أول حد هون هو نفس أول حد هون، ولا إشي بفرق عنه and so on، والحد الثاني والثالث والرابع. بس هلأ ممكن أعمل كالتالي، ممكن أروح على K مثلا، أنا أقول معني إنه X ناقص X0 أنا معني في باور مثلا M زائد 1، فبروح على كي جوا الصم، هذول كي بنسميهم الكي اللي جوا الصم، هي اللي جوا الصم. وين ما في كي بحط ام بلس 1، وهون ام بلس 1، بس بروح هون بطرح 1، فبصير ام تساوي سالب 1. يعني اذا جوا جمعنا برا بنطرح، واذا جوا طرحنا برا بنجمع، ساعتها اول حد في هاي الباور سيريز هو نفس اول حد هون ونفس اول حد هون، والحد الثاني هون ونفس الحد الثاني هون ونفس الحد الثاني هون، يعني هاي الباور سيريز هي نفسها الاولى والثانيه، ولا شيء بيفرق عنهم. نفس الحاجه ممكن شو راح اعمل انا؟ ممكن انا اروح احط هون محل n احط n ناقص 10، معناته لازم محل n هاي احط n ناقص 10. بس هلا برا محل n بدي اجمع 10، الصفر اجمع ال 10 بتصير ايش؟ n تساوي 10. وبالتالي هاي الباور سيريز هي نفسها اللي هون، هي نفسها اللي هون، هي نفسها اللي هون، ولا شيء بتفرق. الاول الحد الاول هون نفسه هون هون هون. فمثلا ممكن ناخذ اكزامبل بهاي الصوره، مثلا احكي ري رايت ذا فولوينج باور سيريز انفولفينج ذا باور اوف اكس تو ذا باور ان. يعني انا معطيك باور سيريز هون بالاسود، ولا واحد فيهم اكس ناقص 2 قوه ان مثلا، وطالب منك انا بدي باور اكس ناقص 2 قوه ان. اوكي، هلا هاي اول واحدة مش كو ان، هاي كو ان بلس 1، فحتى ان بلس 1 تصير ان لازم اروح هون اطرح واحد، ولازم هون اروح اطرح واحد، ساعتها هون لازم اجمع واحد، فبيجي ببدل هاي بحط ان، هي نقصت واحد هون وهي نقصت واحد هون، وهلا هون بجمع واحد. هلا الباور سيريز اللي بالازرق صارت هي نفس الباور سيريز اللي بالاسود، ولكن جاوبت على السؤال، صار عندي كل الاشي اللي هون المجموع اللي هون كلياته حدود بدلالة x ناقص 2 قوة n. هلا مثلا في المثال الثاني اذا بتلاحظ انا عندي هون x ناقص 2 قوة 3 زائد n، بس السؤال شو بده؟ n، فبدنا ناقص 3. هلا هون ناقص 3 هي صار n، معناته جوا المجموع وين ما في n بدنا ناقص 3، هي هون ناقص 3 وهي ال n هي ناقص 3، طبعا بنحط بين اقواس مهم. بس هلا برا لازم نعمل عكس العمليه، احنا هون نقصنا 3، هلا هون بعمل زائد 3، بروح على الرقم 0 مجموع على 3 بصير الجواب قديش؟ 3. فبصفي عندك هاي الانفينيت باور سيريز اللي بالازرق هي نفسها اللي بالاسود، ولو انه اختلف الباور، هذا بنسميه بس شيفتنج اندكس، شيفتنج باور از ويل. هلا بروح على مثال رقم 3 مثلا، انا عندي هون العداد بدلالة K، وهون جوا الصم كله بدلالة K، بس هلا عندي X ناقص 2 قوة K ناقص 3. هلا قوة K ناقص 3، كيف بدي أخلي K ناقص 3 قوة N؟ فأنا أول شيء بدي أبدل K بـ N، وبدي أروح أجمع 3 جوا، وين ما في الـ K بدي أجمع لها 3، فبروح على أول وحدة هاي، أجمع لها 3 بتصير K وبدلها بـ N.
نروح على هاي اجمع لها ثلاث بتصير كي ناقص بتصير كي زائد ثلاث ناقص اثنين بتصير عندك كي زائد واحد بدل كي بإن. نفس الحاجة هاي حط محل كي كي زائد ثلاث ناقص اثنين يعني كي زائد اثنين بعدين مش حط محل كي إن. نفس الحاجة هاي محل كي بنحط كي زائد ثلاث بس بدل كي محلها إن لأن السؤال بده بدلالة إيش إن. هلا بروح ما دام جوا أنا إيش جمعت كي تساوي ثلاث هلا برا بطرح ثلاث فبصير عندك العداد كي تساوي خمسة ناقص ثلاث يعني كي تساوي اثنين بعدها ببدل محل كي بحط إن. ساعتها بهاي الصورة بيكون عندك الباور سيريز اللي بالأسود هو نفس اللي بالأزرق هو نفسه يعني الحد الأول هون هو نفس الحد الأول هون والحد الثاني نفسه ولا شيء بيفرق فيها من مرة. وبهاي الصورة يا جماعة بنكون نحن أعطينا صورة عامة عن بداية شابتر 5 وريفيو عن الباور سيريز والكونفيرجنس تيبل اوف كونفيرجنس اند ريديوس اوف كونفيرجنس لجيفن باور سيريز.